عندنا الكاب كيك بالبسكوي الاسود اللي محشو بالكريمه البيضاء. اي داك البسكوي معروف، معروف. اللي تبارك الله درنا به لي كلاص، درنا به تشيز كيك كقاعده، فهو معروف. معروف يكون يعني اللون ديالو الشوكولاتي والكريمه الوسطانيه كتكون بيضاء وكتعجب الوليدات. عندنا 4 ديال البيضات، 4 ديال البيضات، 250 غرام 240 غرام ديال الزبده، 120 غرام ديال سنيده، 120 غرام ديال البسكوي اللي قلنا اسود المحشو بالكريمه البيضاء مطحون. تقريبا شحال من باكيه؟ تقريبا حيت كاين هو كاين هذوك الساشيات العاديين، كاين الباكيات الكبار وكاين الباكيه الكبيره ياك. المهم غيشوفوا اللور ديال الساشيه شحال في شحال الباكيه فيها، ياخذوا 120 غرام كنطحنوه، 240 غرام مطحون. مطحون بالكريمه ديالو الحليب، مطحون بالكريمه ديالو واخا اللي كتكون في الوسط. 240 غرام ديال الحليب، اييه، 160 غرام ديال الدقيق، معلقه صغيره ديال الخميره، اييه، ومعلقه صغيره ديال الفاني، و 120 غرام ديال الكاكاو. واخا نعاودوا لي ما سمحتي، هذا المقادير الكاب كيك بالبسكوي ديال الشوكولات اللي فيه الكريمه يعني بيضاء. واخا 4 البيضات، 4 ديال البيضات، 240 غرام ديال الزبده، 120 غرام ديال سنيده، 120 غرام ديال البسكوي داك المطحون، اييه، الشوكولات اللي فيه كريمه بيضاء ومطحون، مطحون، 240 غرام ديال الحليب، 160 غرام ديال الطحين، معلقه صغيره الخميره، ومعلقه صغيره ديال فاني، 120 غرام ديال الكاكاو. هنا بالنسبه للطريقه كناخذوا 240 غرام ديال الزبده مع سنيده وكنخلطوهم بحال غنصاوبوا كريمه، كنخدموهم بديك بالباطور ولا بالعجانه ولا لا غير الزبده وسنيده. الزبده وسنيده، سمحي لي، الزبده وسنيده، الزبده وسنيده هما اللي كنخدموهم يتخدموا مزيان مزيان بحال الكريمه، وكنبقاو نضيفوا بيضه ببيضه، والخلاط الكهربائي كيدور ولا الفول العجانه، حنا كنطحنوا كنزيدوا نضيفوا عليهم هذيك 120 غرام ديال البسكوي اللي مطحون، وكنضيفوا عليهم 240 غرام ديال الحليب، وكلشي كيبقى حنا كنطربوا. اي المكون اللي كنزيدوا حنا كنطربوا 160 غرام ديال الطحين، كنضيفوا عليهم معلقه صغيره ديال الخميره ومعلقه صغيره ديال الفاني، كيبقى لينا الكاكاو كنغربلوه وكنبداو نضيفوا بشويه وحنا كنحركوا، كنحيدوا الفوي هذيك الخلاط باش ما كيبش حيت ما كيطير داك الكاكاو، وكنبداو نديروه بالسباتيله ولا هذا بشويه بشويه حتى كندخلوا داك الكاكاو كامل، وكناخذوا هنايا لي كيسات وكنديروا واحد تقريبا ما كنعمروش لي كيسات حتى النص، كنديروا بحال شكل الربع، وكنجيبوا ديك البسكوي الاسود المحشو بالكريمه البيضاء اللي طحنا هذا، كنخليو منه طريقه التزيين، لا كنخليو نيت بسكويه كامله كنحطوها الوسط، كنحطوها الوسط وكنكملوا بالخليط ديال الكيك. يعني 120 غرام اللي درنا ديال البسكوي ديال الشوكولات بالكريمه مطحون كله بالكريمه ديالو، هذاك درناه في الكاب كيك، يعني درناه في العجين. وبالنسبه للتزيين خليو قطع ديال البسكوي عاديين كتهزي، مثلا هزينا معلقه من الخليط ودرناه في هذوك القوالب الفرديه اولا على حسب شنو اللي درنا، كنديروا قطعه ديال البسكوي بالكريمه ديالها صينه صينه، كنديروها وكنكملوا بالخليط ديال الكريمه الفوق منها، كتجي ديك البسكوي الوسط، كتجي البسكويه الوسط صافي، كندخلوهم يطيبوا عادي بحال الكيك تماما. ملي كنخرجوهم من السيده حتى هي كتزين بالكريمه اللي كتكون يعني طلعناها وخلطنا معاه حتى شويه ديال البسكوي اللي مطحون باش كيعطي بحال شكل داك الكريمه ديال داك البسكوي الاسود، وكنزينوها بها من الفوق، تزيني بطريفه ديال البسكوي تا هو من الفوق. ملي كتاكل السيد الدراري الصغار ملي كيحيدوا لي كيسات كتبان لهم لي كيك والوسط هذيك البسكوي داخل، يعني اصلا تعجبهم بزاف الوسط، وكتكون مزينه بهذيك الكريمه ديجا فيها حتى هي البسكوي مطحون.